Tout d'abord, je voudrais en premier lieu remercier le docteur Elouani. بيشكر الدكتور عمرو علواني لاستضافته او لاختياره ان هو يعني يحضر مراسم توقيع العقد بتاع البطوله الافريقيه، وفي نفس الوقت بيشكر جدا النادي الاهلي ان هو تقدم فعلا لاستضافه البطوله دهيت، لان النادي الاهلي كفيل تماما بان هو يغطي كافه البطولات الافريقيه سواء كان على مستوى الرجال او على مستوى السيدات. علي a une très grande expérience. J'étais ici هو شاهد مراسم البطوله الافريقيه الاخيره، وهو عارف كويس قوي ان النادي الاهلي كان قدم مستوى رائع في التنظيم ومستوى رائع في الانتقالات وفي كافه اوجه البطوله، وهو واثق تماما ان النادي الاهلي ما بيقفش عند النقطه دي، ده بالعكس النادي الاهلي دايما بيرفع مستوى البطولات من بطوله لبطوله، واي نقطه بيتراءى ليه ان هو ممكن تكون احسن من الاول، عشان كده هو يعني بيقول بالنص ان انا عارف ان النادي الاهلي خرافي في تنظيماته للبطولات الافريقيه، ودي حاجه هو سعيد جدا بيها. سي اون كيسيون ديفيسيل سيتادي كو نو ا نوت نيفو، ان السؤال صعب جدا ان احنا بنتكلم على مستوى المنافسه وكده، طبيعي جدا ان النادي الاهلي هيبقى نفسه ان هو ياخد البطوله، احنا واثقين ان النادي الاهلي هينجح تماما في تنظيم البطوله وفي نجاح البطوله، كل ما في امر بقى اللي هيتعب اكتر في الملعب هو اللي هيستحق ان هو يكسب البطوله، لكن هو بالنسبه له سعيد جدا ان النادي الاهلي يستضيف بطوله بحجم بطولة افريقيه سواء كان للرجال سواء كان للسيدات. Je vous remercie, j'en profite pour remercier le président de la بيشكر تماما النادي الاهلي وعلى راسه طبعا كابتن محمود الخطيب اللي هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وهو سعيد جدا وعارف كويس قوي ان النادي الاهلي كفيل تماما بالقصه دي، ويعني مش هيقدر يقول اكتر من انه ان شاء الله هيشوف بطوله قويه جدا تحت رعايه